احتضنت المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد مواز محمد بزيرالدا يوما دراسيا تم تنظيمه من طرف قيادة الدرك الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت عنوان التحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع. هذا اليوم الدراسي يأتي تجسيدا لبنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين قيادة الدرك الوطني والسلطة العليا، حيث تخلل هذا اليوم عدة محاضرات من إلقاء إطارات من قيادة الدرك الوطني وكذلك إطارات من سلك القضاء وإطارات من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في حين تم تخصيص الفترة المسائية لورشات شارك فيها مختلف الفاعلين والشركاء من أجل الخروج بتوصيات واقتراحات من شأنها إيجاد وتوحيد الرؤى والآليات لمكافحة مختلف أشكال الفساد في بلادنا. يأتي هذا اليوم الدراسي في إطار الشراكة والتعاون بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومؤسسة الدرك الوطني باعتبار أنها مؤسسة إنفاذ القانون، وذلك من أجل معالجة إشكالية هامة. هذه الإشكالية إنما تتعلق بالتحري الإداري والمالي في جريمة الإثراء غير المشروع. الوصول إليها ليس سهلا، لماذا؟ لأنها ترتبط بكيفية استغلال أو المتاجرة بالمركز الوظيفي من أجل الحصول على المزايا وعلى العوائد بالنسبة للأفراد. تعمل كل الدول على ماذا؟ على تعزيز الظروف والمحيط الذي تتم فيه ممارسة الأعمال. بهذا فعلا يمكن للمجتمع أن ينطلق في مساره التنموي ويعمل على زيادة التماسك المجتمعي والانسجام المجتمعي الذي لا يمكن أن يكون هذا الانسجام في ظل وجود فساد وفي ظل وجود مثل هذه الجرائم مثل جريمة الإثراء المشروع.